أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مستوى التعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، منوها بما وصل إليه التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المستويات سواء السياسية منها أو الاقتصادية. وأشار سموه لدى لقائه اليوم بقصلة قضيبية سعادة السيد ويليام روبوك سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة إلى الحرص المستمر على تطوير هذه العلاقات وتعزيز التعاون الأمني الهادف إلى دعم استقرار المنطقة ومواجهة التهديدات الإرهابية وتنظيماتها التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرا سموه إلى مواقف المملكة الداعمة لجهود الدول الشقيقة والصديقة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.